معانا دلوقتي تقرير عن الرواية العالمية 11 Minutes للكاتب البرازيلي باولو كويلو، وهو من أشهر كتاب العالم، ومعروف طبعاً عن مؤلفاته إن هي الكتب الأكثر مبيعاً طول الوقت والأكثر انتشاراً وترجمة طبعاً. تعالوا نشوف مع بعض التقرير عن الرواية ونرجع مرة تانية. إحدى عشرة دقيقة، واحدة من أهم وأشهر روايات الأديب البرازيلي الكبير باولو كويلو. يعد باولو كويلو من أكثر كتاب العالم نجاحاً وتأثيراً، وتعد مؤلفاته من الكتب الأكثر مبيعاً وترجمة، وحققت انتشاراً واسعاً على مستوى العالم. تدور أحداث روايته 11 دقيقة حول فتاة برازيلية تدعى ماريا تعيش في قرية نائية في البرازيل، وكان لديها طموح كبير لتكوين ثروة صغيرة تستطيع أن تجمعها بنفسها وتبني من هذه الثروة مزرعة لتعيل بها نفسها وتعيل عائلتها. وقادها طموحها إلى أن تغادر البرازيل وتتعرف على رجل كان سبباً في سفرها إلى سويسرا، وهناك يتغير مصيرها بالكامل. أثار باولو الجدل من خلال هذه الرواية، ودخل إلى مناطق محظورة يصعب الاقتراب منها ليثبت أن قلب الإنسان لا يمكن امتلاكه. ترجمت الرواية إلى لغات عدة وحققت شهرة واسعة على مستوى العالم.